تبع الخوت كيف كتشوفها وديرو في الجيب وكنسمع الصوت ديالو دوي 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 كنسمعوك ها كنسمعو كيف كتشوفها والصوت راه مسموع كنسمعوك صافي كيف الشو نتمنى ان شاء الله ان اي واحد يستعمله في شي حاجه ما يستعملش شي حاجه ماشي هي هذيك حنا بريئين من شي استعمال ماشي هو هذاك السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى. اليوم عندنا واحد الجهاز اللي هو صغير جهاز صغير ولكن جهاز خطير وجهاز كيعطي واحد المهمة اللي حنا في هذا الوقت هذا محتاجين لها. علاش؟ لأن السرقة كثرات كنسمعوا بزاف السرقة ديال الماطر السرقة ديال الطوموبيلات السرقة ديال أي حاجة كانت عندك يعني هذا الجهاز هذا إن شاء الله غادي يحميك. بالإضافة لهذا الجهاز فيهم خاصيات أخرى مثلا التتبع مثلا الأبناء ديالك اللي عنده دري صغير مثلا كاين اللي عنده انسان راجل كبير كاين اللي مريض سكين بالزهايمر الله يشافيه كاين والدين كبار مرض بالزهايمر يعني هذا الجهاز هذا قاضي الغرض. طريقة الاستعمال ديالو سهلة 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 وبسيطة كيف كتشوفوا جهاز صغير ولكن الأداء ديالو راه كبير. اليوم غادي نشرحوا لكم إن شاء الله الخاصيات ديال الجهاز هذا وكيفاش كيخدم. هذا جهاز ديال جي بي اس كيف كتشوفوا جهاز ديال جي بي اس طريقة الخدمة ديالو سهلة وبسيطة. هذا كيخدم بكارت سيم يعني الكارت سيم كتركب فيه الكارت سيم وكتكونيكتا معاه بهذاك الرقم اللي كاين فيه يعني انت عندك الجهاز هو هذا كتشوف هذاك الرقم اللي هو فيه كتصيفط مثلا بغيتي تلوكاليزيه فين كاين سهله كتصيفط 3 السبعوات كيصيفط لك اللي ديال جوجل مابس كتكليكي عليه كيعطيك فين كاين. بغيتي مثلا انك تعيط ليه مثلا تصنط له شنو واقع شنو الهضره اللي كدار يعني ونتمنوا ان الناس ما يستعملوش هذا فشي حاجه خايبه لان بريئين من هذا الشيء هذا. كتعيط للنمره يعني كيسمع لك الصوت هو ما فيهش الميكرو يعني الشخص الاخر ما غيسمعكش ولكن انت كتسمع الصوت وكتسمع شنو كاين سهله كتعيط للنمره اللي كاينه فيه. ودائما باش الجهاز يبقى خدام خاص ديما يكون يعني تكون مشارجي على 10 دراهم ولا هذه المهم يكون ديما مشارجي باش كتبقى تواصل معاه. وفاش كتصيفط هذيك 777 فاش كيصيفط لك ليا راه كيصيفط لك في الاخر الباتري شحال باقي فيه يعني الباتري راه كيشد لا شارج ايام لانه ما فيه لا افيشور لا والو فيه غير الكارطه فقط. الجهاز ديالنا كيجي فهاد لابواط هذه كيف كتشوفوا كيجي مع الشاحن ديالو هو هذا وكيجي مع الكتيب اللي فيه الشروحات وفيه الاوامر كيف كتشوفوا هما الاوامر هنا كاملين يعني باش كتاكتيفيه في الاول فاش يلاه كتشعلو كتاكتيفيه كتصيفط 3 الزيروات كتصيفط 3 الزيروات كيصيفط لك بان راه كلشي ناضي. وواحد الطريقه اخرى خويا ياسين قرب حدايا فاش يلاه كتخدمو كدير فيه لاكارت بهذا الشكل هذا كتشعل لك واحد البوله حمراء يا ايا تشعل واحد البوله حمراء كنخليو هذيك البوله حمراء حتى كتطفى الا طفات هذيك البوله حمراء كيف كتشوف صافي راه الامور مضبوطه وكلشي هو هذاك ها هي غادي تطفى دابا صافي راه خدام ناضي. اذا هذا الجهاز هذا الخوت راه خدام وفي دي زوبسيون اللي صراحه خطيره وصراحه مهمه في هذا الوقت هذا. ديروا في الموتور ديالك ديروا في البيكالا ديالك ديروا في السياره ديالك وفي واحد المغناطيس هنا يعني راه كيلصق في عيار فهمتي كيلصق في واحد العيار هنا كيلصق كيف كتشوف تقدر تلصقه في اي بلاصه لاحظ معايا تلصقه في اي بلاصه في السياره ديالك في اي حاجه ديروا مثلا في الكارطابل ديال الابن ديالك ولا شي حاجه. اذا دابا غندير واحد التجربه حنا عيطنا للراعم كيف كتشوفوا احنا كنسمعوا ها انت تسمع يعني الصوت كيتسمع هو هذا لاحظوا الصديع فين بعيد علينا راه هو فين كاين وكنسمع الصوت هو هذاك ناضي كيتسمع ديرو في جيبك ولا شي لاي ديرو في الجيب وهضر والله عاد ها نادي ها هو دايرو في الجيب الخوت كيف كتشوفه هو دايرو في الجيب وكنسمعوا الصوت ديالو دوي 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 كنسمعوك ها كنسمعوا كيف كتشوفه والصوت راه مسموع كنسمعوك صافي كيف الشو نتمنى ان شاء الله ان اي واحد يستعمله في شي حاجه ما يستعملش شي حاجه ماشي هي هذيك حنا بريئين من شي استعمال ماشي هو هذاك الانسان يتقي الله سبحانه وتعالى. المهم الجهاز راه متوفر عندنا الثمن ديالو راه كيبيعوه في الانترنت 250 درهم 220 230 ولكن ان شاء الله حنا غنديروا ليه واحد الثمن مزيان غنخليو لكم ان شاء الله الثمن في التعليقات والتفاصيل ديال الطلب توصيل راه كاين لجميع المدن المغربيه وكيف كتعرفوا سعيد شوب لا غارونتي الضمانه حاجه باينه. تبارك الله عليكم ومرحبا بكم مره اخرى عند سعيد شوب.